أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. طالما تتجدد الاستحقاقات الانتخابية في مصر، يتجدد مع حضراتكم المشهد الانتخابي على شاشة النيل للأخبار. نراقب ونناقش ونحلل أبرز ما يخص هذه العملية الانتخابية بالرأي والتحليل، وأيضا نتابع من أرض الواقع من المحافظات المصرية آخر الاستعدادات لبدء عملية التصويت على مستوى المصريين في الداخل. على صعيد المصريين في الخارج، المسألة مستمرة كما جرى في المرحلة الأولى بنفس الوتيرة، لكن يستعد جموع المصريين للبدء في المرحلة الثانية على صعيد المصريين في الداخل، وهي بالأحرى المعركة الانتخابية الأساسية والتي تحمل العدد الأكبر والأهم والأكثر تأثيراً في مجريات وفي نتيجة هذه الانتخابات. في المشهد الانتخابي اليوم يصحبنا بالرأي والتحليل في الاستوديو الأستاذ أيمن السيسي، نائب رئيس تحرير الأهرام. أستاذ أيمن، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أبدأ مع حضراتكم مشاهدينا الكرام بهذه المتابعة ودعوة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقد ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لجموع المصريين بالمحافظات التي بها المرحلة الثانية من الانتخابات للنزول وبكثافة إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم خلال يومي الاقتراع. المرحلة الثانية للانتخابات زي ما حضراتكم تعلمون هتجرى في 13 محافظة وبتستمر يوم السبت والأحد من 9 صباحا وحتى 9 مساء. ساعات قليلة وتبدأ المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في الداخل والمقرر لها يومي السبت والأحد القادمين. يتنفس على 281 مقعدا في المرحلة الثانية 2085 مرشحا بالنظام الفردي و284 مرشحا بالنظام القائمة، فيما بلغ عدد اللجان الفرعية نحو 90468 لجنة. تجرى انتخابات النواب بالمرحلة الثانية بنظامين الفردي والقائمة في 13 محافظة هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء. من جانبه أعلن المستشار لاشين إبراهيم عن انتهاء الهيئة الوطنية للانتخابات من طباعة 30 مليون بطاقات إبداء الرأي بالنظامين الفردي والقائمة لانتخابات مجلس النواب، فضلا عن كشوف الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وأوراق العملية الانتخابية. كانت المرحلة الأولى قد أجريت يومي 24 و25 من أكتوبر الماضي، وأعلنت نتائجها في الأول من نوفمبر بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بالدائرتين الثانية والرابعة، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحا لمقاعدهم بالنظام الفردي، فيما تجرى جولة الإعادة بالمرحلة الأولى بين 220 مرشحا آخرين. وتنتهي مساء اليوم البعثات الدبلوماسية المصرية في 124 دولة أجنبية من استقبال بطاقات اقتراع المصريين بالخارج. هذا ومن المقرر إعلان نتائج المرحلة الثانية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الأحد الموافق 15 من نوفمبر. أهلا بحضراتكم من جديد. 13 محافظة: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال وشمال سيناء. كل هذه المحافظات هتشهد الانتخابات في مرحلتها الثانية على صعيد المصريين في الداخل. الحقيقة أنه الإعلان كما يعني نتوقع هيتم الإعلان في الجريدة الرسمية في موعد أقصاها كما تنص يعني اللوائح، يوم الأحد 15 نوفمبر، قبل ما يختتم هذا الماراثون الانتخابي. لكن ونحن بصدد الحديث عن
بداية الانتخابات على مستوى الداخل. هيكون هذا محور سؤالنا الأول لضيفنا الكريم في الاستوديو الأستاذ أيمن السيسي نائب رئيس تحرير الأهرام. أستاذ أيمن، يعني التجربة وما مررنا به في المرحلة الأولى من هذه الانتخابات على صعيد المصريين في الداخل، تقييمك الداخل ولا الخارج؟ في الداخل في جميل. المرحلة الأولى تقييم حضرتك للأعداد والإقبال. أنا في تقديري أن الإقبال ممكن يزيد شوية بحكم أنه الانتخابات في بحري بيبقى لها وهب أكتر من الصعيد، يعني الصعيد غالبا بتبقى مفيش التفاعل الكبير زي ما بيكون في بحري نتيجة بقاء أو لازال بعض التقاليد القبلية والعائلية المتوارثة في الصعيد. نعم. وفكرة كبير العيلة أو كبير القبيلة فبتبقى حاسمة إلى حد ما الأمر ده، إلى حد ما بشكل نوعي مختلف في بحري الفردية والذاتية بقت أكثر من القبلية والانتماء العائلي في الانتخابات، خصوصا شفناها في الانتخابات الأخيرة من تقريبا من 95 وما بعدها يعني. نعم. فالزخم بيكون أكتر، عدد المرشحين برضو بيكون أكتر، الدوائر بيكون أكتر، حجم القرى في بحري أكتر بالتالي بالتأكيد من حجم القرى أعداد الناخبين، يعني مثلا ممكن تجد قرية في بحري تعداد الأصوات الانتخابية فيها 11,000 صوت، ده لا يتوفر في قرى الصعيد بشكل عام، وحتى أحيانا ممكن مدينة في الصعيد يبقى الأعداد الأصوات فيها مثلا يقرب من 17 أو 18 أو 11 حتى زي القرى. فحيوية الانتخابات في تقديري في البحري أكتر، فبالتالي أنه الانتخابات أو الإقبال هيزيد على ما تم في المرحلة الأولى الخاصة بالصعيد. طيب اسمح لنا نتابع يعني من إحدى المحافظات الخاصة بالمرحلة الثانية الوضع على الأرض، وبعده نستكمل حديثنا إلى زميلي أشرف مبارك مراسل النيل وهو موجود الآن في مدينة الزقازيق. أشرف تحياتي، وضعنا في صورة آخر الاستعدادات وما رصدت أنت على مدار اليوم استعدادا لاستقبال الناخبين غدا صباحا إن شاء الله. بالفعل برحب بكم المحافظة الشرقية تحديدا من وادي بحر. يعني إذا تحدثنا عن استكمالا لضيفك الكريم وما قاله من وجود كتلة صوتية كبيرة جدا في الوجه البحري، نحن نتحدث في المحافظة الشرقية عن 4,427,000 ناخب في تلك المحافظة من أصل 8 مليون مواطن في المحافظة الشرقية. إذا هي كتلة صوتية كبيرة الحجم تتواجد بمحافظة الشرقية، وأيضا تتواجد نحو 982 مركز انتخابي يضمون 1597 لجنة فرعية. محافظة الشرقية تحتل المرتبة الثانية بعد محافظة القاهرة من حيث عدد اللجان الفرعية. هنا في محافظة الشرقية أيضا الزخم الانتخابي يعني كبير جدا، هنا في دائرة الزقازيق هناك نحو 61 مرشحا في هذه الدائرة وهي دائرة الزقازيق. يعني هناك في المحافظة بأكملها نحو 246 مرشحا على المقاعد الفردية، وتم تقسيم محافظة الشرقية إلى 8 دوائر بعدد مقاعد في مجلس النواب 21 مقعدا. أيضا محافظة الشرقية تقع ضمن إقليم شرق الدلتا في نظام القائمة، وهذا يعني تلك القائمة تشمل 7 محافظات، هذه المحافظات هي الشرقية ودمياط والسويس والإسماعيلية. نعم. وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء. إذن أيضا هناك بعض الإجراءات التي تمت على أرض الواقع من قبل محافظة الشرقية، هناك اجتماع للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المدن والأحياء والمراكز في تلك المحافظة وهم 21 مركز ومدينة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، تم التأكيد على ضرورة أيضا إزالة كافة الدعاية الانتخابية في محيط اللجان بحرم 500 متر في محيط اللجان، وعدم السماح بأي دعاية انتخابية في حرم هذه اللجان بمحيط 500 متر. أيضا تم التأكيد على وجود حرم آمن لكل لجنة انتخابية يصل إلى مسافة 200 متر. هناك أيضا بعض إجراءات التعقيم التي تم اتخاذها في جميع اللجان وذلك لمجابهة فيروس كورونا. هناك تم تقسيم المحافظة إلى 4 أجزاء ما بين نواب المحافظ الاثنين وأيضا السكرتير العام المحافظة والسكرتير العام المساعد، يعني متابعة الأمور على الأرض ومواجهة أي مشكلات كالسطرة وحلها على الفور. هناك أيضا تم التأكيد من قبل المحافظ على غرفة العمليات بضرورة إصدار تقرير كل ساعتين يتم عرضه على المحافظ لمعرفة أي إذا كانت هناك مشكلات ويتم حلها على الفور.
طيب أشرف، يعني أنت تحدثت بالأساس عن كل الأمور الإجرائية والتنفيذية اللي تتعلق بإجراء الانتخابات في أي محافظة، وأنت تحدثت عن محافظة الشرقية باستفاضة، لكن هل تحدثت مع المواطن في الشرقية؟ هل لمست أن هذا المواطن فعل ما كان يجب أن يفعله في الفترة السابقة، الفرز والتجنيب للمرشحين، فكرة متابعة البرامج والانتماءات والأهواء الحزبية والسياسية داخل المحافظة؟ طبعا لن نميل إلى يعني قطاع أو حزب دون آخر، لكن السؤال هل تلمس أن المواطن قام بما يفترض أن يقوم به في هذه المرحلة، وهو يقرر إلى من سيضع صوته غدا أو بعد غد؟ محافظة الشرقية ليست يوجد بها النظام القبلي أو النظام العصبية القبلية كما يوجد في محافظات الصعيد، لكنها هي محافظة ريفية في المقام الأول. هناك جميع المرشحين داخل محافظة الشرقية كانوا يقومون خلال الأيام الماضية بالجولات على معظم القرى والمدن داخل تلك المحافظات للتعريف بالبرامج الانتخابية الخاصة بهم، وأيضا بمحاولة استقطاب بعض الناخبين من تلك القرى لصالح هؤلاء المرشحين. المرشحين أيضا يعني قاموا بعرض بعض هذه البرامج وأيضا خدماتهم لحل بعض المشكلات الخاصة بالمواطن، إلا أن المواطن لديه الإمكانية للتقييم ما بين مرشح وآخر، وهنا المواطن في محافظة الشرقية على درجة كبيرة من الوعي السياسي لاختيار المرشح الذي يناسبه في خلال تلك الفترة القادمة. هناك بعض الأحزاب أيضا تدفع ببعض المرشحين لخوض تلك يعني الانتخابات، منها أحزاب شهيرة توجد على أرض الواقع هنا في محافظة الشرقية يعني تقوم ب يعني دفع ببعض المرشحين، ولكن المواطن الشرقاوي هو لديه حرية الاختيار ولديه من الوعي الكافي لتقييم هذه البرامج الانتخابية واختيار يعني ما يناسبه. لكن هنا النظام القبلية ونظام العصبية القبلية لا يتواجد نهائيا، وإن فئة الشباب هي تكون الأقدر على اختيار المرشح المناسب نظرا ل يعني مستوى التفكير العلمي وأيضا مستوى الوعي السياسي. هناك ايضا يعني بعض الامور الاخرى التي متعلقه ب يعني فهم النظام الانتخابي وايضا النظام القانون المبشر الحقوق السياسيه التي تم تعديلها. اشكرك شكرا جزيلا اشرف مبارك مراسل النيل، وتمنياتنا بالتوفيق. غدا يوم مرهق بالنسبه لكل مراسلينا بالتاكيد، مهمتكم صعبه وشاقه، واحنا يعني ذخيرتنا الاولى والاخيره في التغطيه الاعلاميه للانتخابات بتكون من خلال شبكه مراسلينا. تحياتي لك ولكل الزملاء المنتشرين في محافظات الجمهوريه اللي بتشهد الانتخابات غدا وبعد غد. واعود مره اخرى الى ضيفي الكريم الاستاذ ايمن السيسي. استاذ ايمن، زميلي اشرف مبارك قال انه الشرقيه ما فيهاش مساله العصبيه والقبليه تقريبا اطلاقا. هذا ربما يبدو حتى غريبا لي، لأننا نعلم مثلا أن محافظة الشرقية تركيبتها السكانية أهلينا هناك جزء منهم يمتد الوصول إلى قبائل عربية، وجزء منه إلى أصول قدمة من الدلتا اللي هم الفلاحين العاديين الموجودين في كل محافظات مصر وفي وجه بحري على سبيل المثال. ومع ذلك أشرف بيقول أنه ما فيش عصبية وقبلية هو لمسها بشكل واضح في هذه العملية الانتخابية. هل نعتبر ده نجاح أم نعتبره مجرد تغير في شكل وطبيعة المنافسة في هذه الانتخابات؟ لا، أنا في تقديري أن ده موجود دايما في المحافظات البحري ومنها الشرقية، رغم كون الشرقية على حافة الدلتا، لكن هو اللي سيادتك بتقصده الجزء القبلي هم المراكز اللي على حواف الصحراء، يعني زي الحسينية والكفر صقر والمراكز والتل الكبير أو الأقرب للتل الكبير والإسماعيلية، بحكم أنها كانت ممر، وبالبيس مثلا بحكم أنها كانت ممر الهجرات وتوطن القبائل العربية سواء النازحين من سيناء أو من الجزيرة العربية. لكن الشرقية بشكل عام هنلاحظ أن أغلب أو تقريبا أغلب كل مراكزها حضرية. طبعا نسبة التعليم كمان زيادة في الشرقية، يعني الشرقية من المحافظات الكتلة السكانية الكبرى، وأيضا التعليم والتعليم النوعي زي فيها عدة جامعات سواء الأزهر أو جامعة الزقازيق ملاصقة لعدة محافظات برضو فيها نسبة تعليم عالية وكبيرة. ففكرة الشكل النزوع إلى الشكل غير القابلي والشكل الذاتي والفردي ده أنا في تقديري أنه كله زي ما قلت أنه كل بحري كده، فضلا عن أن في حاجة في متغير مهم جدا إحنا لابد أن نقف عنده،
التغير في المزاج العام والمناخ العام لفكر الناس منذ مش 2011، لا من أول انتخابات 2010، الوسائط الحديثة واتساع مدارك الأفراد واتساع فرص أو زيادة فرص تلقيهم المعرفي من خلال الوسائط الحديثة، الفيسبوك وغيره وتويتر والوسائط الحديثة دي خلت الأمور تبقى أكثر انفتاحا وخلت الشباب يبقى أكثر دراية. الحالة الاقتصادية في البلاد ودخول بعض أشكال من المال السياسي خلت برضو ده يزيد من تفاعل الشباب مع، لأنه في لما يكون في مال سياسي يبقى الكتلة الصلبة أو الكتلة الحقيقية من الشباب الواعي الحقيقي متمسك بناخب من الناخبين اللي هم بعيدين عن فكرة الثراء المادي وبعيدين عن فكرة الكراتين وبعيدين عن فكرة توزيع الأموال، لأنه في الحقيقة بيعبر عنه. ما أنا شفت الحقيقة من رصد ذاتي لأكثر من محافظة سواء في الصعيد أو في المرحلة الأولى أو في بحري مقدمات الحالية، النموذج ده متحقق. يعني أنا شفت حتى في المنيا شباب لأول مرة ينزل وهو غير قادر ماديا أو غير ساري ماديا ووصل لمرحلة الإعادة، في بعضهم نجح وإن كان قليل، لكن في مجموعة لازالت على فرصة الإعادة. كسر يعني خرافة أن المال هو الوحيد اللي قد يعني يوصل المرشح ده، يعني فعلا ده حقيقة، لأنه وأنا شايف أنه في بعض وهتبان أكتر في بحري نتيجة زيادة الوعي، نتيجة يعني قلة الأمية ونتيجة التحضر الأكثر بالتالي من الصعيد، فبالتالي هيظهر هذا النموذج أنا أعتقد في محافظات بحري كلها في المرحلة المقبلة بكرة إن شاء الله. أعتقد أن ده هيظهر، وفي بعض المحافظات يعني الشباب والكتل الشبابية هيثبتوا ان هم فعلا جديرين بالمشاركة في الانتخابات وجديرين بالحفاظ على هويتهم من خلال مرشحهم اللي بيأيدوا. طيب اسمح لنا أستاذ أيمن نتوجه مرة أخرى إلى أحد مراسلي النيل، هذه المرة إلى زميلي أحمد سعد الدين والموجود في محافظة دمياط. أحمد تحياتي، ولو تضعنا في صورة شكل المنافسة في محافظة دمياط، وهي محافظة طبعا مهمة بها نشاط زراعي قوي، بها نشاط بحري وميناء من الأهم والأقدم في مصر، وتتنوع فيها الأنشطة الاقتصادية، هذا ربما يصعب من عملية المنافسة. بداية تحياتي لك وتحياتي لمشاهدينا الكرام، نحن معكم على موعد مع استحقاق دستوري ومسار ديمقراطي جديد، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020. هذه الانتخابات في الفصل التشريعي الثاني. بالفعل نحن متواجدون معكم في محافظة دمياط لبدء هذا الماراثون الانتخابي بدءا من غد. بالفعل محافظة دمياط في جاهزية تامة لاستقبال هذا الماراثون الانتخابي. طبيعة المنافسة الانتخابية عن سؤالك، يعني بالفعل المنافسة الانتخابية هنا في محافظة دمياط بها يعني هناك 100 مرشح يتنافسون في هذه المبارزة الانتخابية وهذا الماراثون الانتخابي في محافظة دمياط. 88 مرشحا على النظام الفردي و12 مرشحا على نظام القائمة. هناك قائمتان، قائمة شرق دلتا مخصص لمحافظة دمياط، 4 مقاعد على النظام الفردي و6 مقاعد أخرى على نظام القائمة. هناك قائمتان في محافظة دمياط، القائمة هي قائمة القائمة الوطنية وقائمة أبناء مصر. بالفعل منافسة ومبارزة انتخابية هنا في محافظة دمياط كبيرة، حيث هناك العديد من التيارات الحزبية التي سوف تخوض هذه الانتخابات، وهناك كذلك مشاركة من المرأة وجميع مختلف الفئات من الشباب ورجال الأعمال الذين يخوضون هذه العملية الانتخابية كمرشحين ليمثلوا أبناء دمياط تحت قبة البرلمان. دعني أحدثك عن جاهزية
واستعداد محافظة دمياط لهذا الماراثون الانتخابي بالفعل من خلال التواصل مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط. أكدت أن جميع اللجان هنا في محافظة دمياط في جاهزية تامة، بالفعل تم التأكد من انتهاء أعمال الصيانة وأعمال النظافة وأعمال الإنارة والإضاءة والتأكد من وجود المولدات الكهربائية لضمان جاهزية هذه اللجان المختلفة في محافظة دمياط وقدرتها على الاستمرار في استقبال الناخبين خلال يومي التصويت داخل محافظة دمياط. دعني أحدثك عن بعض الأرقام داخل محافظة دمياط. محافظة دمياط بها كتلة تصويتية تقدر بمليون وخمسة وأربعين ألف ناخب في محافظة دمياط موزعين على 174 مركز انتخابي يضم 334 لجنة فرعية. هناك دائرتان في مركز دمياط، الدائرة الأولى مركز قسم أول دمياط والذي يضم مركز دمياط وكذلك يضم قسم رأس البر وقسم أول وثاني دمياط. الدائرة الثانية هي مركز كفر سعد بمحافظة دمياط. جميع المجريات هنا داخل محافظة دمياط تسير على أكمل وجه، جميع اللجان في جاهزية تم لاستقبال هذا الماراثون الانتخابي. أيضا كذلك يعني هناك تأمين من القوات الشرطية التي تباشر سير العملية التصويتية. بدأت التمركزات أمام اللجان والمقار الانتخابية من قبل رجال قوات الشرطة وكذلك هناك تمركزات ثابتة ومتحركة لتأمين المحاور الرئيسية داخل محافظة دمياط والتأكد من السيولة المرورية لتسهيل عملية الإدلاء بالصوت. أيضا أحدثك عن يعني الغرفة العمل للعمليات والتي تتابع من خلال الغرف الفرعية وغرف الأزمات التي يعني تباشر عملها في كافة ربوع محافظة دمياط من خلال مقرها في القرى والمراكز والنجوع والمدن بمحافظة دمياط لتلقي منها المعلومات وتبادل المعلومات وكذلك يعني تبادل إذا كان هناك شكاوى أو أي تقارير من خلال هذه الغرفة. وبالفعل يعني حتى تتمكن اللجنة العامة للانتخابات في محافظة دمياط من خلال هذه الغرفة من التدخل السريع لتدليل أي عقبات حال وجود أي مشكلة. بالفعل يعني هذه نعم أحمد أشكرك يا أحمد، شكرا جزيلا عليك على كل هذه المعلومات وبانتظار إفادتك غدا عن سير اليوم الانتخابي إن شاء الله. شكرا جزيلا لك زميلي أحمد سعد الدين من محافظة دمياط وتابعنا من خلال حديثه كل ما يدور من تجهيزات فنية ولوجستية لاستقبال الناخبين غدا صباحا. مرة أخرى إلى الأستاذ أيمن السيسي. أستاذ أيمن، يعني درة التاج في أي انتخابات العاصمة، العاصمة القاهرة والقاهرة الكبرى غدا بتشترك من خلال القاهرة والقليوبية، المنافسة ورصد حضرتك لأهمية الانتخابات في القاهرة وما إذا كانت نتيجة هذه الانتخابات في أي اتجاه تؤثر على المسار العام للدولة أم لا؟ شوف، القاهرة تحديدا احنا عندنا إشكالية كبرى في مصر ولا زال هي إشكالية بمعنى أنها مستمرة. الأستاذنا الراحل جمال حمدان رحمة الله عليه قال جملة جميلة جدا، قال القاهرة رأس كاسح على جسد كسيح، فإن القاهرة دائما فيها كل حاجة والاهتمام بيها في كل حاجة. طبعا احنا لاحظنا الفترة الأخيرة في حكم الرئيس السيسي انه بقى فيه اهتمام بمختلف مناطق الدلتا والصعيد، حتى تم إنشاء هيئة لتنمية الصعيد، مشروعات كتير للصعيد، نوعية التعليم حتى افتتحوا مدارس من مدارس النيل في محافظات الصعيد، يعني فيه اهتمام. خرجنا بدأنا نخرج من ربقة القاهرة وأسرها لمصر كلها، لكن تظل القاهرة هي الآسرة لمصر كلها. الاهتمام في الانتخابات بنلاحظه في القاهرة بشكل أكبر، رغم ان وزن النائب نسبيا داخل البرلمان ما يفرقش ان كان لا هو في النهاية نائب. بالظبط، يعني سيادتك نائب في الصعيد وانا نائب في القاهرة، ما يعني أنا نفس القوة ونفس الصلاحيات والمهام بالظبط. لكن درج العرف
الثقافة الشعبية المتوارثة والثقافة الإنسانية في وجدان الإنسان المصري أن القاهرة هي كل شيء، ولذلك نجد أن نواب القاهرة قد يتصدون، وأنا شفت بعض على مدى الدورات الانتخابية اللي فاتت مثلا كتير، نعم، نواب بالقاهرة هم اللي يتصدون أكثر للمشاكل العامة. شوف فكرة أن الحكومة بتقدم خدمات في القاهرة، فده بيتيح للنائب التفرغ للخدمات الكبرى اللي هي تمس القاهرة كلها. يعني شفنا أنا تابعت الحقيقة عدد من النواب وخصوصا المعينين زي الدكتورة شيرين فراج في الدورة اللي فاتت، كانت رغم أنها معينة ومدايرة عن القاهرة مثلا، وكانت بتشتغل ما اشتغلتش بشكل فردي كعمل شخصي للأفراد، لكن اشتغلت بشكل لمصر بشكل عام في القوانين والموضوعات العامة اللي تخص المصريين بشكل مطلق. ده بيتوفر لنائب القاهرة، وبالتالي نائب القاهرة غالبا رسخت الثقافة الحكومية ان نائب القاهرة هو نائب يعني تقيل، وانه يعني صوته اكثر سماعا، خصوصا اذا كان هذا النائب بيمثل دايرة من الدوائر الرئيسية المهمة اللي يعني احنا مش عايزين نقول التحيزات الطبقية، لكن بيبقى من الدوائر المهمة. في تصوري او في رصدي للانتخابات او للمرشحين، اولا ظهر بشكل كويس في القاهرة انتخابات المرشحات وخصوصا من العالمات أساتذة الجامعة. يعني أنا رصدت في مثلا في دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر والقاهرة الجديدة والمقطم بعض أو بعض المرشحات من أساتذة الجامعة والعالمات، في أساتذة جامعة من الذكور، لكن ده الملاحظة اللي أنا شفتها أنه بنضع بعد جديد او طبعاً حد جديد طبعاً. ده انت عارف بيؤكد ثقة الاكاديميين والعلماء في الدولة وفي قرارات الدولة، حتى هم رغم ان هم نازلين فردي مش لا تبع حزب مستقبل وطن ولا تبع حزب من الاحزاب الاخرى او خارج القوائم بشكل عام، نعم. فبالتالي ده يدي دلالات جيدة إلى حد ما ومبشرة وتدعو إلى التفاؤل للمواطنين أن هؤلاء العلماء بما لهم من ثقل علمي وعقلية فذة يثقون في الدولة ويثقون في قرارات الدولة وفي إدارة الدولة ويثقون في قدرتهم على العمل لصالح المواطن، لأن أنت عارف سيادتك والمشاهدين عارفين أن العلماء دايما بينتحوا جانبا في المظاهرات الانتخابية أو لا يميلون إلى العمل العام، لا يميلون إلى العمل العام كبير. فلما تجد منهم طبعا لأن العمل العام بيتطلب جهد وفي مفردات ثقافية معينة كده قد لا يقبلها العالم، فبالتالي لما العالم ويكون وخصوصا لما يكون العالم ده ست ويدخل في الانتخابات فده معناه أنه عنده إيمان وثقة وعنده تفائل أنه يستطيع التغيير. ده مؤشر مهم جدا، نعم، مبني على ما تم من إنجازات خلال الخمس أو الست سنوات الأخيرة وما هو مخطط لإنجازات. الملحوظة الثانية اللي شفتها إن برضو من العلماء من رجال الأزهر الشريف، ودولت غالبا ما يعني نادر لما كنا نلاقي رجال من رجال الأزهر نازلين انتخابات برضو لأنهم في ضمن صفة العلماء، نعم. شفت في من رجال الأزهر الشريف أكتر من مرشح في, 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 في عدد من المحافظات سواء في القاهرة أو في الغربية أو في كفر الشيخ أو في البحيرة. ده يدي برضو تفاؤل ونموذج يدعو إلى الاستبشار إنه هؤلاء حاسين بأنه في انتخابات حقيقية، نعم. في فعل قد يستطيعون فعله لصالح المواطن، ودوت نوعية يعني أنا بفصل نوعية العلماء الأكاديميين وعلماء الأزهر الشريف وأساتذتنا ومشايخنا في الأزهر الشريف عن العاديين من سواء من رجال أعمال أو حتى صحفيين أو غيرهم، إنه هؤلاء لما يدخلوا ده أنا في تقديري إن ده شكل جيد. ده لاحظته في الشرقية كمان، يعني حد من أساتذتنا العظام الشيخ محمد محمود أبو هاشم، فوجود
علماء موجودين في الانتخابات، سواء من الأكاديميين العلميين أو من علماء الأزهر الشريف، أنا في تقديري إن ده وده اللي أنا شفته ده أكتر في بحر يعني. نعم. أعتقد إن ده هيؤدي إلى زيادة الإقبال، هيؤدي إلى اطمئنان المواطن وتفاؤله، هيؤدي إلى في تقديري إن الدورة الجاية أو الفصل التشريعي الجاي هيبقى مهم جدا، هو فعلا مهم، لكن وجود أمثال هؤلاء فيه أعتقد إنه هيكون مطمئن وهيعمل على يعني زيادة حالة الاستقرار والمشاريع التنموية برؤية نعم. علمية وبرؤية أخلاقية. طيب أستاذ أيمن، في تساؤل طرح، والحقيقة أنا أشترك بشكل شخصي في هذا التساؤل حتى، لأنه ورد إلى ذهني زمان في سنين يعني مضت، كانت عملية الانتخابات أو يوم الانتخاب هو يوم لرصد المخالفات وليس يوم لرصد عملية الاقتراع، أكثر منه رصد عملية الاقتراع والتصويت. الآن يعني نكاد نتلمس أو نبحث عن أي خبر ربما يتحدث عن مخالفة أو يتحدث عن تجاوز أو يتحدث عن خلاف في لجنة جوه لجنة فرعية في مركز جوه محافظة. لماذا؟ إيه اللي حصل في المجتمع خلانا والحمد لله طبعا نصل إلى هذه المرحلة إن إحنا تكون حتى يعني مراسلينا الميدانيين على الأرض، هل تم رصد مشاكل؟ لا، لم ترصد مشاكل، لم تبلغ الغرف المختصة بأية مشاكل. شوف أقول لسيادتك إن دأب الحزب الوطني منذ أن كان مسمى الاتحاد الاشتراكي العربي على الرشوة الانتخابية، فبالتالي واستخدام البلطجة والبلطجيين، فكان بالتالي كنا بنشهد لما هو الحزب نفسه كان بيساعد أو بيستخدم البلطجية وبيرشي الناس في عمليات البناء المخالف، وانت فاكر سيادتك كان أي مخالفة بناء بتتم في أثناء الأسبوع بتاع الانتخابات ويتغاضى عنها، تتغاضى عنها الوحدة المحلية ويتغاضى عنها الأجهزة برعاية الحزب الوطني. لما الدولة جت وقفت لهذه المخالفات وتصدت ليها وأزالت المخالفات وعملت على تقنين البناء، وده خلانا ما نشهدش الآن في هذه الانتخابات رشاوي انتخابية من هذا النوع. استخدام البلطجة، الدولة فرضت الأمن، احنا الحقيقة اتحقق عندنا شكلين من أشكال الأمن في مصر بعد 30/6 الحقيقة الحمد لله بفضل وقدرة الجيش المصري والشرطة المصرية في مشاركاتها الداخلية. اتحقق عندنا الأمن الخارجي اللي هو بيمثل الردع لكل من حاول أو أن يتجرأ على مصر في مختلف القضايا سواء في الجنوب أو في الغرب أو في الشرق أو في الشمال. نعم. فده أمن خارجي. الأمن الداخلي إن احنا لم نعد نشهد، كنا في أثناء الانتخابات في الأسبوع بتاع الدعاية الانتخابية أو الأسبوعين بتاع الدعاية الانتخابية كان يبقى هناك حوادث قتل وحوادث جرح ويعني خناقات عديدة بجميع أنواع الأسلحة في مختلف المحافظات سواء في القاهرة في المناطق المتوسطة والشعبية أو في المحافظات والأقاليم والمدن البعيدة سواء في بحري أو في الصعيد. ده لم يحدث نتيجة استتباب الأمن وتحقيق الأمن، ولذلك زي ما سيادتك أشرت أنه لم يشر أحد من الزملاء المراسلين إلى اختراقات معينة. النهاردة أنت التنظيم كمان بعد التنظيم يعني التنظيم سواء التنظيم في الوقت سواء التنظيم في التجهيزات الدعم اللوجستي قبلها، احنا كنا بنشوف كل حاجة في يوم الانتخابات بتتم صباحية يوم الانتخاب أو فجر يوم الانتخاب. النهاردة احنا وكلنا يعني كسيادتك وانا والسادة المشاهدين اكيد مروا على المقار الانتخابية وشافوا التجهيزات. انا بشوف التجهيزات في المدرسة القريبة من بيتي بقالنا يومين، فبالتالي والامن واقف، فبالتالي فكرة فرض الامن، فكرة ايجاد التجهيزات اللازمة أو خلق التجهيزات اللازمة نعم. أو إيجادها منذ ما قبل الانتخابات أعتقد أن ده أدى إلى عدم
ورود بلاغات معينة، ورود إشارات بمشاكل في الانتخابات نفسها. احنا بنشوف يعني شفنا تابعنا سواء الاستفتاء او الانتخابات الرئاسي اللي فات او الانتخابات الاخيرة في المرحلة الاولى في الصعيد، برضو الامور مشيت بشكل جيد، لم يكن هناك يعني لا خناقات ولا مشاكل ولا الحمد لله. فبالتالي اعتقد ان ده مؤشر كويس. كمان التنظيم الجيد، الوجود الامني المكثف اللي بيبقى يقطع في الطريق على او على في المقر الانتخابيه بيقطع الطريق طبعا. نعم. على كل هذه المهترات. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم، الاستاذ ايمن السيسي الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير الاهرام، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، اخر رساله يمكن ان نقولها هو ان المشاركه بفاعليه في هذه الانتخابات هو الضمان والسبيل الوحيد لممارسه هذا الحق الدستوري، والضمان ايضا لان يكون لصوت كل منا تاثير تحت قبه البرلمان في عمليه الرقابه ومتابعه عمل الحكومه، ومن هنا تكون اهميه المشاركه في هذه الانتخابات. نتمنى ان تكون ان شاء الله مشاركه كثيفة وفعالة. المشهد الانتخابي يتجدد مع حضراتكم أيام الانتخابات في تمام 7:05 تقريبا مساء بتوقيت القاهرة. انتظرونا في حلقة الغد ومتابعة لمجريات عملية الانتخابات من أرض الحدث من محافظات الجمهورية. إلى اللقاء.